صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وإطلالة جديدة مع الصالون الثقافي لبرنامج هي دي مصر. فكرة إعداد أيمن الشرقاوي ومعاكم رانيا صالح. اليوم أصدقائي المعزين معانا ضيف ابن بيبان مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وأيضا من النماذج المشرفة بسلطنة عمان. معانا ومعاكم اليوم الأستاذ سامر سعيد مبارك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ سامر. أهلا بك يا فندم، شرفتنا ونورتنا يا فندم. الله يخليك، شكرا. طبعا يا أستاذ سامر موضوعات كتير النهاردة معانا، فعايزين نبدأ النهاردة كده بالمشكلات اللي موجودة عندكم في مركز كوم حمادة الخاصة بالمحليات، بما إن حضرتك في المجال الخدمي والمجال المدني، عايزين نعرف بس المشكلات اللي موجودة عندكم في كوم حمادة. اتفضل. اهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. وانا سعيد النهارده ان انا التقي بكم، ودي كان سعيدني طبعا لاول مره اكون في مدينه الانتاج الاعلامي. اولا مشاكل المحليات مشاكل متشعبه، ومركز كوم حماده يعتبر من اكبر المراكز على مستوى الجمهوريه ومستوى المحافظه. مركز كوم حماده فيه نماذج مشرفه جدا، قامات في شتى المجالات. ولو حبيت بقى نفند مشاكل المركز او المحافظه، هنبداها من اول شيء القطاع الخدمي. القطاع الخدمي عندنا في كوم حماده يعني مش بالمستوى المطلوب، او ينقصه بعض الاشياء كتيره. فانا اول شيء عاوز اتكلم فيه الصرف الصحي. الصرف الصحي في بلاد عندنا في كوم حماده بالذات محرومه، مش موجود فيها الصرف الصحي فعلا. تمام، يعني دي مشكله يعني مشكله جامده يعني. تمام، هنبداها بالقريه او بالبلد المتخمه لمركز كوم حماده او لمدينه كوم حماده، وهي قريه او البلكوس. البلكوس ديت لا يفصلها عن مدينه كوم حماده اي شيء، ومحرومة من الصرف الصحي. مقابلها قرية برين فيها صرف صحي. فإزاي بلد متخمة ما دخلتش في الخطة الإضافية وما انضافتش لمحطة صرف كوم حمادة؟ دي مشكلة بيتعاني منها. هننقل مشكلة الصرف الصحي لقرية، أو دي مجلس محلي، وهي قرية الطوط. قرية الطوط فيها جميع الخدمات، دخل فيها غاز، فيها كهرباء، فيها تليفون، في كل شيء. ولكن الصرف الصحي وعود وعهود ولم ينفذ. ليه؟ يعني دخل فيها غاز وما دخلش فيها صرف صحي، وشغاله على مستوى خفض المنسوب. فاحنا بنناشد ان يبقى في اهتمام من المحليات بالنسبه لموضوع الصرف الصحي. لا، ده مش المناشده بقى يعني. انا كله ناشد و عايزين تنفيذ بقى. احنا بنناشد السيد الرئيس نفسه، لان السيد الرئيس هو بيدي الخدمات او بالبنيه التحتيه ميزه او مجهود زايد في خطه الدوله. نتمنى، وديت نداء للسيد رئيس الجمهوريه، واحنا على ثقه كامله اللي هو هينفذ لنا هذه الطلبات، اللي هي البلاد دي. قريه الطود من اقدم القرى، محرومه من الصرف الصحي. قريه البلكوس جنب كوم حماده، هي يعني ما في لا يفصلها عن مدينه كوم حماده الا ترعه صغيره مسقه. ديت بند الصرف الصحي. هنخش البند الطرق، دي برضه من ضمن المحليات، الخدمات في المحليات. تمام. بند الطرق، لو بدات الطرق طريق الموت، طريق الخطاط بكم حماده. تمام، يعني انا نتمنى ازدواجيه الطريق او تكمله الازدواجيه اللي ماشيين فيها. التكمله. تمام. طريق فرهاش اللي هو شبرا وسيم خربت، او طريق فرهاش ده يعني حوادث متكرره. نتمنى النظر لهذا الطريق، ليس يعني مش عاوزين فيه ترقيع، عاوزين حل جذري. طبعا انهيار الطريق بتاع فرهاش
ناتج عن طريقة التطهير بتاع ترعة الفرهاش، طريقة التطهير الخاطئة. لأن طريقة التطهير ليس لا توجد بها تعميق، هي كلها بتاخد من من الأجناب، بيعمل عملية اتساع للترعة وده بتهدر المية. فإحنا نتمنى تلافي هذه الأخطاء. يعني دي بالنسبة للخدمات اللي هي ناقصة في المحليات، بالنسبة جزء 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 جزء, جزء. طب بالنسبة للقطاع الصحي يا أستاذ سامر، يعني ايه المشكلات اللي بتواجه مركز كوم حماده بالنسبه في القطاع الصحي؟ انا حاجه القطاع الصحي بس اكمل بعض المشكلات في المحليات. تمام. انا عندنا قريه بيبان اللي هي القريه اللي انا اشرف اللي انا انتمي ليها. محرومه من حاجات كتير. وانا بناشد طبعا السيد رئيس مجلس مدينه كوم حماده سياده العميد، راجل قمه من الذوق وقمه من العمل، بس نريد منه او سياده المحافظ تنفيذ لبعض الشيء. عندنا الجهة البحرية في قرية بيبان تم فيها الصرف الصحي وفيها الغاز. كان فيها أسفلت تم تدميره نتيجة الصرف الصحي والغاز. طبعا أي مشروع خدمي بيعمل أو ملزم في عقده رد الشيء الأصلي. عندنا الطريق اللي هو في وسط البلد، يعتبر وسط البلد، لم يتم رد الشيء لاصله. طبعا شركه الغاز اكيد دفعت رد الشيء لاصله، او شركه الصرف الصحي او المقاول. طب رد الشيء لاصله احنا عف عليه الزمن، يعني بقى لنا فتره طويله، فاحنا نتمنى ذلك. هنيجي لقريه بيبان برضو، القريه اللي انا اشرف اللي انا برضو القرى اللي انا منها، فيها مشكله بيبان. بيبان فيها مشكله يعني تكاد تكون عويصه وتدخلت فيها جميع المسؤولين، ونتمنى لها حل ان شاء الله. اللي هي الغاز. الغاز مفيش غاز بيبان في بيبان، دخل فيها غاز. تمام. منطقه الاسفلت لم يتم تركيب الغاز فيها لخلاف ما بين هيئه الطرق وشركه الغاز. مين اللي يدفع؟ ذنب المواطن اللي دفع لشركه الغاز وتعاقد معاها ايه؟ يعني ذنب المواطن من اهل بيبان ايه ذنبه؟ دفع فلوس لشركه الغاز وتعاقد. الخلاف بقى مين اللي يدفع رد الشيء لاصله، سواء هيئه الطرق، سواء من شركه الغاز، سواء صندوق خدمات المحافظه. المواطن ماليش ذنب. تمام. ده المواطن، ودايما سياده الرئيس هو اللي عليه بان هو بيدفع. سياده الرئيس وكل القيادات العليا بقول لك من يولي للمواطن الاهتمام في الخدمات المقدمه ليه. وده حق كفله له الدستور والقانون. تمام. الغاز. ثانيا رصف باقي الشوارع، عندنا جزء في بيبان في المنطقه القبليه لم يكتمل فيها رصف. تغيير شبكه الميه، ودي شبكه الميه دي تسبسه من سنه من الستينات، من ضمن الخدمات برضو اللي هي ناقصه في ده. اتعمل جزء والجزء ده باقي. طب ليه ما كملش؟ في طريق اللي هو بنسميه احنا قهوه صفان، ده برضو طريق منعدم ما اترصفش. ليه؟ احنا نتمنى. والطريق اللي اترصف اللي هو جامع الحسينه، طب ليه ما وصلوش بالطريق العام من اتجاه الكوبري؟ ديت برضه حاجات ناقصه، نتمنى قبل باذن الله. هنا في المجتمع المدني شغال، يعني عندنا جمعيه اسمها جمعيه بدايه للمجتمع المدني. الجمعيه دي بتشتغل على قدر المستطاع، لان ما لهاش دخل، دخلها متبرع او للخدمه. بتشتغل في موضوع الزباله ومش مقضيه. ليه برضو مش قادرة تسعف العملية، أو مش قادرة تسعف في عملية إنها لها مستحقات لدى شركة الكهرباء بقى لها فترة؟ طب هتصرف منين على الزبالة؟ بتشتغل بقدر المستطاع. عملت بوابة في منتهى الجمال. جميل. وبوابة شيك جدا. مش موجودة في أي مدينة، ودي مجهود شباب يعني. طيب احنا معانا مداخلة دلوقتي يا أستاذ سامر. بالنسبه ان اتكلمنا في القطاع الصحي، حضرتك قلت بالنسبه للمشاكل اللي موجوده هنتكلم في القطاع الصحي، بس نشوف مداخله حضرتك. تمام. المداخله اللي معانا، الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور احمد محمد بكار. أيوة. استشاري الاطفال وحديث الولاده ورئيس قسم الحضانه بمستشفى كوم حماده. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. الاستاذ سامر مع حضرتك. صباح الخير يا دكتور احمد. صباح الخير يا استاذ سامر، كل سنه وانت طيبين. وانت حضرتك طيب. دلوقتي يا دكتور احمد احنا بنتكلم على مشاكل المحليات والمشاكل الصحيه، وبصفتك انت راجل من الناس اللي نعتز بيهم في القطاع الصحي، عاوزين نلخص مشكله
الصحة عندنا في كوم حمادة أو مشكلة مستشفى كوم حمادة اللي تم صرف عليها أزيد يعني تكلفتها تجاوزت مليار إلا ربع، وحتى الآن لم يتم افتتاحها. وإيه المتطلبات اللي احنا عاوزينها للمستشفى دي من كادر طبي وكادر إداري وكادر تمريضي؟ اتفضل سيادتك دكتور. مستشفى كوم حمادة الجديدة كان حصل إحلال وتجديد لها من بداية 5 سنوات، وتم الانتهاء من تجهيزها، وتكلفت أكثر من 500 مليون جنيه. والحمد لله الواحد سعيد ويشرف إن هو هيشتغل في المستشفى الجديدة، لأنها تم إنشائها على أحدث النظم الطبية ومواكبة للتطورات وأحدث المستشفيات اللي موجودة في العالم كله. وأنا سعيد جدا إن أنا ابن من أبناء أمكم حمادة هنشتغل في هذه المستشفى، وبنشكر القيادة السياسية لأنها وفرت لنا مستشفى كنا نحلم بيها في مركز أمكم حمادة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إن هي تفتتح قريبا، لأن هي في طور التجهيزات، وكلنا في مركز أمكم حمادة والمجتمع المدني إن احنا بنطالب إنها أما تفتتح تشتغل إن شاء الله كليا وليس جزئيا بعد استكمال جميع المعدات. وإن شاء الله بالتعاون مع مديرية الصحة والدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، وهو راجل لسه ماسك قريب في المديرية، ونشهد له بالكفاءة، وإن شاء الله نتعاون معه وإحنا والمجتمع المدني والأطباء في تطوير المستشفى وتقديم خدمة طبية ممتعة. تمام. وإن شاء الله ما المستشفى تشتغل، إحنا أملنا كبير أهلكم حمادة إن يتم الإبقاء على مستشفى الحميات حمادة، إنها تعمل كمستشفى للحميات، والمجتمع المدني مستعد للتعاون مع الحكومة في تطويرها. والمجتمع المدني في كوم حمادة وقرية بيبان ليه نشاط قبل كده في التعاون مع الصحة، على سبيل المثال تجهيز وحدة غسيل الكلى في المركز الطبي في قرية بيبان بمبلغ تجاوز 300,000 جنيه، وتم نقل مرضى غسيل الكلى عند تطوير المستشفى في فترة إنشائها للمركز الطبي اللي يتعاون فيه المجتمع المدني، وجهز المكان ده لمرضى غسيل الكلى. ومرضى غسيل الكلى بقالهم 5 سنين دي التطورات اللي موجوده في المركز الطبي تمام المتواجد في بيبان اللي تم تطويره بالمجتمع المدني. يا دكتور احمد، ودي امثله كثيره لتعاون المجتمع المدني مع الاداره الصحيه ومديريه الشؤون الصحيه. دكتور احمد لو تكرمت حضرتك. بالنسبة للمستشفيات الخاصة في كوم حمادة، المستشفيات الخاصة نتمنى، أو أنت حضرتك طبيب وأخ لنا جميعا، لقينا في بعض المستشفيات اللي هي غير مجهزة لاستقبال بعض الحالات أو لبعض العمليات، ونتج عنها وفاة دكتور لينا، دكتور من بيبان توفاه الله في احد المستشفيات عندنا. طب هل المستشفيات الخاصه عليها الرقابه الكامله؟ دكتور هاني الفرحاني طبعا اللي توفاه الله، هل الله المستشفيات كامله بالاسره بتاعه اللي هي اللي عندهم حساسيه مفرطه، او بدكتور عنايه، او بدكتور طوارئ للحالات اللي زي دي؟ وهل كل مستشفى من المستشفيات، وانت حضرتك لك باع غيرنا طبعا، فيها دكتور عناية؟ هل فيها دكتور طوارئ؟ هل الكادر التمريضي أو الممرضين مؤهلين لذلك، أم هم خريجين مدارس وبياخدوا دورات وبيشتغلوا في الكادر التمريضي؟ فديت من ضمن الأخطاء أو من ضمن الحاجات اللي جمهوركم حمادة بيعاني منها. لذلك أنا بسأل حضرتك، هل المستشفيات الخاصة مؤهلة لذلك؟ فيها الامكانيات ديت للناس اللي عندهم فرط في الحساسيه، دكتور عنايه لكل مستشفى، ولا دكتور عنايه لجميع المستشفيات، او دكتور طوارئ لجميع المستشفيات؟ ال اتفضل. فعجله بس يا دكتور احمد عشان الوقت معانا. ماشي يا فندم. هو المستشفيات الخاصه دايما بتشتغل تحت يعني رعايه ومباشره إدارة العلاج الحر في مديرية الشؤون الصحية أو الإدارة الصحية.
فدايما اي مستشفى خاص بتحصل على الترخيص بعد ان توفي جميع الشروط اللي هي خاصه باداره العلاج الحر. المستشفيات الخاصه في كوم حماده اكيد واخده تصريح من اداره العلاج الحر. في بعض الاخطاء بتحصل او بعض المضاعفات بتحصل لبعض المرضى، هذه الاخطاء مش عامه وبتبقى اخطاء شخصيه، وطبعا اللي بيخطئ لازم يعاقب على حسب المنظومه الطبيه والقانون الطبي وقانون العلاج الحر، واللي بيخطئ بيمشي في اجراءات قانونيه، واللي بيحصل منه خطا لازم يحاسب طبعا. لكن برضه بنطالب ان المستشفيات الخاصه يكون فيها يعني تطور مواكب للمنظومه الصحيه الجديده والمتطوره في مصر اللي بترعاها وزاره الصحه، وان اي مستشفى لا تخضع لهذه الاشتراطات طبعا بتقع تحت طائله القانون وبيوقف الترخيص بتاعها. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كل المستشفيات تطور نفسها وتؤدي خدمه طبيه وتشارك مع المستشفيات الحكوميه في تقديم خدمه طبيه، وخصوصا في فتره الجائحه وانتشار وباء كورونا، وحتى اعطاء يعني خير مثل لتضحيات الجيش الابيض في الفترة السابقة. أحسن تحية والله للجيش الأبيض يا دكتور أحمد، ومتشكرين لحضرتك قوي على المداخلة الجميلة ديت، وزادت فعلا من معلوماتنا. شكرا يا دكتور أحمد. معنا يا أستاذ سامر، طبعا احنا اتكلمنا عن القطاع المحلي والقطاع الصحي، ما عشان حضرتك عشان الوقت، احنا قلت لحضرتك ان الموضوعات كتير، بس عايزين ايه على قد ما نقدر نتكلم في الموضوعات كلها بوجه ايه يعني شامل كده. طيب بالنسبة اللي عندكم في كوم حمادة، معاناة الفلاح المصري، أولا الفلاح مش في مصر، في كوم حمادة يعني بنتكلم الفلاح نموذج مهدر، نموذج موجود. أولا هو النموذج المضحي، تمام، المهدر حقه. الفلاح يعني أنا نفسي الفلاح النهاردة بيزرع الأرض، تكلفة الإنتاج بتاعته أو تكلفة الزرعة ما بتغطيش الإيجار وما تغطيش مصروفاته. فإحنا عاوزين آلية، في نقابة فلاحين وفيه ناس وفيه السيد رئيس الجمهورية بيولي للفلاح اهتمام، بس احنا عاوزين نعكس الاهتمام ده على أرض الواقع. يعني عكس الاهتمام على أرض الواقع ازاي؟ ازاي ديت بقى اللي انا بتمنى من السيد رئيس الجمهورية الفلاح ياخد ميزة شوية، دعمه في مقاومات الإنتاج بتاعته من أسمدة، من ديزل، من كل مقاومات الإنتاج بتاعت الفلاح، نتمنى دعمها. الفلاح مهدر حقه، الفلاح لم يتمرد مرة، الفلاح هو اللي بيساعد الدولة ومش ملاقي. فنتمنى الدولة أو القيادة السياسية تولي اهتمام بالفلاح يلمس هذا الأمر. معانا مداخلة يا أستاذ سامر. المداخلات كتير يا أستاذ سامر، في إيه؟ مين معانا؟ ألو؟ ألو؟ أيوة؟ ألو أحمد فرج مع حضرتك. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم، الاسم تاني حضرتك؟ استاذ احمد؟ احمد الفرارجي. استاذ احمد الفرارجي، استاذ سامر مع حضرتك. الو؟ طيب حصل خير، مفيش مشكله، استكمل كلام حضرتك نتمنى. قبل ما يجي نتمنى الفلاح ياخد يولي الدوله تولي اهتمام، في نقابه نتمنى اللي هي توصل صوت الفلاح. صوت الفلاح، الفلاح مش حقيقي، ما عندوش وسائل التواصل الاجتماعي، ما عندوش فيسبوك، ما بيقدرش يتدخل في الامور دي. مين يوصل صوته؟ لازم في نقابه، نتمنى النقابه او ما يمثل النقابه. نقابه الفلاحين؟ ايوه كده. ايوه، والنقابه عندنا يمثلها راجل محترم عنها الحاج صبر الشافعي، من الشخص الشخصيات المحترمه جدا، تمام. وانا بعزه جدا برضه، لانه هو راجل عاوز يعمل شيء، بس عاوز المقاومات اللي توصله للشيء ده يوصله. طيب استاذ احمد رجع تاني المداخله. الو؟ الو؟ ايوه استاذ احمد مع حضرتك. الو؟ ايوه استاذ. ايوه استاذ سامر مع حضرتك. استاذ سامر انا وسهلا بحضرتك. طيب استاذ سامر مع حضرتك. ايوه استاذ احمد. استاذ سامر ازي حضرتك يا باشا؟ ازي سعادتك؟ كل سنه طيب. مساء السلام. كنت عايز حضرتك بس تلمح على مشكله ارض الصرف وخربتها. انا هتكلم فيها يا استاذ احمد. هي طبعا انا متشكر جدا لحضرتك اللي انت نبهت على الموضوع ده، وديت طبعا احنا بنلفت نظر السيد رئيس مجلس المدينه والساده المسؤولين بكم حماده على مدخل خربتها.
فيه مقلب زباله كانت ارض مخصصه لتوسعه محطه الصرف الصحي، اصبحت مقلب زباله، في حين اللي فيه مقلب في كفر الزياده لتدوير النفايات. طب ليه نيجي في مدخل قريه ونحط مقلب زباله؟ فديت طبعا في المدخل بتاع المدخل البلد نفسها، يعني ده ما بينكم يعني مدخل قريه ده عنوان البلد نفسها، ما ينفعش، فدي مشكله. تمام، فاحنا بنلفت نظر السيد العميد عبد الله المليجي ليتدارك هذا الامر ويحاول بقدر المستطاع، يحاول جاهدا يمنع ويشيل الناتج من الزباله ديت من مدخل القريه ديت، هتسبب اوبئه، واحنا دلوقتي في هنخش في فتره حضانه امراض وتحولها وبتاع الفتره الجايه. فنتمنى مدخل خربتة ديت يتفضل سيادة العميد والسادة المسؤولين بكم حمادة أو بالبحيرة منع الزبالة فيه أو رمي فيه أي مخلفات، في مقلب تدوير الزبالة أو مقلب تدوير النفايات في كفر الزيادة يودوه، لأن ده مدخل قرية ديت أرض مخصصة لتوسعة محطة الصرف الصحي. لازم الصح. المدخل ده عنوان بلد. تمام، في مداخلة الحاج صبري. ألو. تمام، الأستاذ خالد عمل مداخلة. طب تمام. طيب دي بالنسبه، هنرجع تاني لمعاناه الفلاح، عايز حضرتك تضيف فيها. هو لغايه ما يجي الحاج صبري. تمام، احنا نتكلم في جزئيه تانيه قبل ما المداخله بتاعته تيجي تاني. الجزئيه اللي هي تكمله بس للقطاع الصحي اللي اتكلم عليه الدكتور احمد. تمام، انا بنشكر طبعا اطبائنا والظروف اللي مرت بها الجيش الابيض، نشكرهم جزيل الشكر. طيب، وبوجه شكر للدكتور وليد الفطيسي لما يبذله من مجهود ومساعده في المجتمع المدني. احنا عندنا مستشفى اهدرت بفعل فاعل او بقت في طي النسيان، وهي مستشفى الطوط. مستشفى الطوط تم تجديدها تجديد كامل ولم تستغل. مفيش فيها دكاتره ومفيش فيها دكاتره، مبنى على مساحه 5 اذنه. حضرتك يعني عاوزين يعني ده الاصول. ممكن احنا دلوقتي عندنا مستشفى كوم حماده تكلفت تجاوزت النص مليار. تمام، وفي مستشفى حميات، ممكن نخلي المستشفى الحميات دي مستشفى مركزي وننقل المستشفى الحميات في مستشفى الطوط، تجهز وتؤهل لتبقى مستشفى حميات بدل ما مبنى على مساحه شاسعه من الارض وغير مستغل، مستغل وحده للتطعيمات لحاجات ديت، وفي مبنى صرف عليه فلوس كتير. يا ريت من نشد مع صوت حضرتك ان يوصل ان شاء الله يا استاذ سيادة الوزيرة، يعني باذن الله. اكيد طبعا ان شاء الله، يعني نتمنى ذلك. نتمنى كمان الرقابة الشديدة على المستشفيات الخاصة. تمام، لاجهزتها المنجع على الهوا دلوقتي، يعني انا نتمناها باذن الله. يعني المنجع لسيادة الوزيرة ان شاء الله باذن الله، ونتمنى من القيادة السياسية بسيادة الرئيس وسيادة الدكتورة وزيرة الصحة والسادة المسؤولين في البحيرة سرعة افتتاح مستشفى كوم حمادة. مستشفى كوم حماده لا تخدم قطاع كوم حماده او مركز كوم حماده فقط، ده بتخدم كوم حماده ومركز بدر، ومركز بدر مستشفيته لم تكتمل، وبرضه احلال وتجديد بقى لها فتره، بقى لها اكتر من 10 سنين. لم المراكز دي بتخدم كرة كتير، ومركز كوم حماده كبير. فهنرفع العبء عن مستشفى ايتاي، هنرفع العبء عن مستشفى الدلنجات، هنرفع العبء عن مستشفى كفر الزيات ومستشفى طنطا الجامعي. وفي حين ان مستشفى كوم حماده اصبحت امانه، يعني انا نتمنى يعني سرعه افتتاحها باذن الله ان شاء الله. طيب بالنسبه ننقل بقى من القطاع الصحي للمصالحات المباني بقى، ايه راي حضرتك؟ دي بقى ما هي طبعا برضو الفلاح. هي برضو هي ده بعض المشكلات اللي موجوده في كوم حماده. هو صدر القانون سنه 2019. تمام، ولكن ايا من بقى تقاعس في تطبيقه، ولكن صدر القانون وصدر قانون المصالحات، ولكن احنا بنشكر سياده الرئيس اللي هو نوه وحس بمعاناه الشعب، اللي هو طول امد الفتره ومراجعه الاسعار. انا ما نجيش نحاسب واحد بنى برج بنفس سعر واحد ما عندوش مكان الا هو مضطر يبني دور او اوضتين او اوضه ايا كان ما بكملهاش، يعني اللي هي لاولاده لابنه. فما يعني نراعي البعد الاجتماعي والبعد الطبقي في موضوع المصالحات. المصالحات فيها بعض امور جائره، يعني احنا عندنا في كوم حماده في البدايه السعر اغلى من الهرم. معانا مداخله الحاج صبري الشافعي نقيب الفلاحين بالبحيره. كوم حماده. الو.
هاي يا فندم، صباح الخير يا فندم عليكي وعلى القناه خير. وعلى وسط القناه. منورنا يا حاج صبري، اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه وسط القناه بخير. اهلا وسهلا بحضرتك. الجمال دايما واقفه مع الفلاح ان شاء الله. اكيد طبعا. وانا طبعا بتفرج على البرنامج الجميل بتاعك ومعاك الاستاذ سامر سعيد. ده منورنا والله النهارده. لسانكم حماده، الاستاذ سامر سعيد والمتحدث باسمكم حماده. انا بنشكره جدا جدا على اللي هو طبعا الرؤى اللي هو مقدمها وبيتكلم بيها. احنا بنتكلم يا حاج صبري على المعاناه اللي بيقاسيها الفلاح المصري عندكم في كوم حماده في البحيره. فالاستاذ سامر، استاذ سامر طرح المشكله ديت، فعايز حضرتك بقى تتواصل معي. استاذ سامر مع حضرتك. صباح الخير يا حاج صبري. فانت طبعا حضرتك عارف المعاناه اللي احنا بنعانيها كل الفلاحين، احنا كلنا فلاحين وعندنا ارض وكده، عارف اللي هي الاسمده، واحنا يعني كم المعاناه اللي هي المصروفات اللي بتتصرف على فدان الارض والناتج ما بيغطيش المصروفات. والله يا سامر بيه انت حضرتك طبعا فلاح، وطبعا وانا فلاح ابن فلاح، وشرف لينا ان احنا ننتمي للعيله الكبيره عند الفلاحين. وطبعا اذا كان مصر فيها طبعا دايما نقول للجيش، الجيش بتاعنا اللي حامل الحدود الخارجيه والجيش الداخلي اللي هو الشرطه اللي حامين امن مصر القومي الداخلي، وطبعا الجيش الاطباء المحترم اللي في جائحه كورونا وقف وقفه طبعا معانا. اما اكبر جيش يا سامر بيه هو الجيش الفلاح، جيش الفلاح ده اكبر عيله في مصر وعيله عانت، وعيله لما العيله دي لما الثوره قامت من اول 25 يناير الوحيد اللي وقف صامت جنب بلده وجنب مصر هو الفلاح المصري. حقيقه. لذلك ان انا بنناشد طبعا من البرنامج القوي المحترم طبعا قناه صحه وجمال، اكني لها كل الاحترام لانها دايما بتتكلم باسم الفلاح. فأنا بس عايز نوصل صوتنا للمسؤولين طبعا، فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي طبعا، ده طبعا لما تيجي يتكلم يتكلم عن الفلاح وقدم للفلاح من بداية المليون ونص فدان طبعا حضرتك عارف اللي هم في المنيا، وحب يعمل للفلاح أرض. بس أنا دلوقتي الدولة طبعا مضغوطة، وأنا برضو مش عايز نحط على الدولة جو لأن في ضغوط طبعا، الاستيراد واقف والناس بتعاني طبعا من الزراعات التصديريه. بس انا عايز الدوله تاخد بالها يا سامر بيه طبعا، وحضرتك عارف ان في طب الحلول المقترحه ايه يا حاج صبري من وجهه نظر حضرتك، بالنسبه لان حضرتك نقيب الفلاحين في كوم حماده في البحيره. تمام. الحلول حضرتك من وجهه نظر حضرتك يعني حلول المشاكل دي كلها ايه؟ حلول ديت بسيطة جدا، لو الدولة يعني حجمت المستوردين والمصدرين يا ست الكل لحضرتك. تمام. أنا مصر يعني لما يبقى واحد بيزرع 200,000 فدان بطاطس وبيستورد لي البطاطس، سوى اللي بيستوردها لي وده حالي، ولما نيجي أنا نسوق المنتج بتاع الفلاح اللي بيعاني وطالع عينه من أذان الفجر لحد المغرب في الأرض، نيجي نسوق له ما نلاقيش، لأن طبعا المستورد ومش عايز نطرح أسامي، ان في مستوردين ما عندها 200,000 فدان بتزرعها بطاطس، بتجيب البطاطس تزرعها وهي اللي بتصدرها، فبقى السوق المحلي هنا مضغوط ببطاطسهم وبطاطس الفلاح. فانا الدوله لو وقفت جنب الفلاح ورجعنا التعاونيات تاني حضرتك، ان الدوله يكون هنا في رقابه على المستورد ايا كان هو مين، انا ان شاء الله الفلاح بعون الله سبحانه وتعالى مع طبعا الدوله بتسنده حاليا، والدولة عايزة تعمل حاليا للفلاح حاجة، وطبعا في رؤى من الدولة مقدمة، واحنا طبعا على تتبع مع وزير الزراعة دايما ان هم فعلا عايزين يعملوا للفلاح حاجة، بس احنا عايزين نحد من المستوردين والمصدرين اللي هم ماسكين زمام الامور في الدولة. شكرا. بارك الله فيك يا حاج صبري، وده نتمنى الصوت ده يصل باذن الله تعالى يعني. ان شاء الله. وانا شاكر طبعا قناة الصحة والجمال على المداخلة، وشاكر شكرا لحضرتك يا حاج صبري. نرجع بقى. الموضوعات كتير يا استاذ تامر، وما شاء الله المداخلات كتير. انا عاوز بعد اذن سعادتك، احنا كوم حماده وبكرر مهمله. انا في طريق التطوير حضرتك في القريه بالنسبه لدور المجتمع المدني. لا، احنا عندنا دور المجتمع المدني في كل قريه فيها كذا جمعيه. في جمعيات محافظة لتحفيظ القرآن، وفي مجالات الكفالة والكلام ده. الجمعيات ديت أرصدتها المالية عالية جدا، ولكن نتمنى منهم حضرتك يعني نتمنى منهم. تمام.
المساهمة بجزء من الدخل من دخلهم في تطوير المجتمع أو تطوير القرية المتواجدة والخدمات اللي يعني في قرية بيبان عندنا جمعية بداية بتشتغل بس ما لهاش دخل، بتحاول بتعافر زي احنا بنقول بتهابر من هنا ومن هنا عشان تساعد. ماسكة مشروع النظافة، مشروع النظافة ده مش شركة الكهرباء والمحافظة ما بتورد لهاش، الإيراد بتاعها شهري ممكن يتراكم 3-4 شهور، طبيعي هتصرف منين؟ فنتمنى برضو الناس تساعد الجمعيات دي، الجمعيات دي بتشتغل، وجمعية بداية بالذات في بيبان بقوم عليها مجموعة شباب ما شاء الله عليهم. عاوز نرجع املنا في الشباب في كل القطاعات. عاوز نرجع لقطاع الطرق. طبعا انا بناشد قطاع الطرق بالذات السيد وزير النقل سياده فريق كامل الوزير، وانا على ثقه تامه في هذا الرجل فيما يفعله ويفعل. يا معالي الوزير، عندنا طريق الدائري الكوم حماده للان يقال لم يسلم الطريق. أنا مش عارف يعني سيادتك لماذا لم يسلم؟ لماذا لم يتم إضاءته؟ لماذا لم تطوير المدخل أو عمل محاور آمنة في المخارج من اتجاه بريم؟ في فتحات عشوائية. طبعا في مناجدة للسيد مدير مرور كوم حمادة والسادة المسؤولين. معانا مداخلة يا أستاذ سامر، شفت حضرتك مداخلات كتير قوي النهاردة. المداخلة اللي معانا دكتور أيمن. يا فندم دكتورة رانيا. دكتور أيمن الشراوي، أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك والأستاذ سامر سعيد مبارك، أهلا بيك في برنامج أهل مصر. أهلا بيك. أنا سعيد بتواجدك معانا يا فندم. الله يبارك في سعادتك. أهلا بحضرتك يا دكتور أيمن. وأشكر معاليك على تلبية الدعوة. الله يبارك فيك، شكرا. الله يخليك. دايما معانا متألق في حب مصر أنت والدكتورة رانيا صالح. ربنا يحفظك يا دكتور أيمن يا رب، ربنا يحفظك. كل التوفيق والاحترام ليكم. الله يبارك في سعادتك. شكرا. أنا سعيد اللي أنا تواجدت معاك. شكرا يا دكتور أيمن، ربنا يخليك. هنرجع بقى. الطريق ده اسمه طريق الموت. ما احنا اتكلمنا عليه في لا 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 حاجه ثانيه، جزء ثاني. جزء ثاني اللي هو الطريق الدائري بتاع كوم حماده. ايها الساده المسؤولين، لو تكرمتم ان شاء الله تواجد من يحمي وقوع كارثه. السير عكس الاتجاه، السير عكس الاتجاه، الطريق ده هيسبب كارثه. هو مسبب دلوقتي في الطريق من عند الموقف الجديد توك توك ضارب في عربيه بقالهم فتره. يعني نتمنى ومناجده للسيد مدير المرور بكوم حماده، الساده المسؤولين الامنيين، تواجد اي فرد في المخارج اللي هي في السيارات او التكاتك اللي بتسير عكس الاتجاه هتسبب كارثه. يبقى في مراقبه يعني هتسبب كارثه. النوع الثاني او المناجده الثانيه او اللي عاوز اتكلم فيه في المحليات، وانا يعني بشد على عذرهم، احنا عندنا الساده نواب مجلس، نواب رئيس مجلس مدينه كوم حماده، ناس اكفاء جدا، ولكن انا الوم عليهم شيء، لان عامل النظافه ده ليس له ذنب اللي هو بيشتغل ومرتبه حتى زهيد. يا ايها المسؤولين، يا اخواتنا في كوم حماده، القاعات المتواجده بعد المستشفى، وهذا رايته بفم عيني ومصور، ويعني اخجلت اللي انا مطلعه على الهواء. ازاي يعني القاعات ديت يعني طبعا معروفه اللي هي مبنيه مخالفه، وازاي ناتج المخلفات بتاعتهم ما يرموهاش في الصندوق، يرموها جنب الصندوق، ايه ذنب عامل النظافه اللي هو يلم لهم ويحط لهم في الصندوق؟ وانتم مكثفين صناديق الزباله جنبهم. ليه ما تجبروهمش اللي هم يحطوا الزباله بتاعتهم وناتج المخلفات بتاعتهم في اكياس ويحطها بشكل مهذب وشكل يوحي بجمال دي مدخل مدينه؟ ما تفاجئش اللي فيه عندك 10 صناديق او 12 صندوق في مسافه 300 متر والزباله رمي حوالين الصناديق ومش داخل الصندوق. انا ما بلومش على مجلس المدينه، انا ما بلومش على حد من قطاع النظافه في كوم حماده، انا بلوم على اصحاب القاعات ان شاء الله. بلوم اللي انتوا تحرروا لهم مخالفات عشان ما يرميش جنب الصناديق. ان شاء الله بنوصل صوت حضرتك، وان شاء الله المسؤولين سمعونا. في عجاله بسيطه كده سريعه، الجزئيه اللي حضرتك كنت شرحتها اللي هي بتاعت اغلاق المكتب الثقافي المصري بسلطنة عمان، فعجالة سريعة كده يا أستاذ سامر لأن معانا دقيقة واحدة. أنا بشكر السيد سفير جمهورية مصر العربية في سلطنة عمان السفير محمد غنيم، فهو ربان السفينة في سلطنة عمان الآن وبيسعى جاهدا لتدارك هذه الأزمة. تمام. ولكن مناشد السيد وزير التعليم العالي، السيد رئيس مجلس الوزراء، بالنظر
في عدم اغلاق مكتب الثقافي المصري بيأثر على ابنائنا في الخارج ده بيأثر على ابنائنا في الخارج وامتحاناتهم. احنا بنرجوك وانا على ثقه في ارجاع هذا القرار، لان من اقدم المكاتب الثقافيه في الخليج، وعلى ثقه في سياده السفير محمد غنيم اللي هو هيقود هذه المشكله وهيوصلنا لبر الامان، زي ما وصلنا في مشاكل كتيره واجهناها المدرسه وخلافه، زي ما وصلنا في مبادراته الجميله اللي احنا نسعد بيها ونفخر بيها اللي لينا سفير في جمهوريه مصر العربيه في سلطنه عمان اسمه محمد. احنا عايزين بقى وعد من حضرتك ان يبقى في حلقه مخصوص لابنائنا في الخارج سلطنه عمان، فهناخد الوعد من حضرتك إن شاء الله. ونستكمل في حلقه قادمه باذن الله. أشكر. تمام. نشكر حضراتكم وعلى وعد بقاء قادم باذن الله. ومعاكم الصالون الثقافي وهي دي مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.